نسجد لك أيها المسيح ونمجدك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا بهواه أوثقيني، بدمه أسكريني، ليكن فيه نصيب أيتها الأنف القديسة. اجعلي جرحة وحيدي